ليلة البارحة كان البرنامج الملعب قد انفرد بالحديث عن الاشتباك أو الملاسنة التي عقبت التدريب النصراوي بين اللاعبين عمر هوساوي المدافع الشاب وقائد الفريق حسين عبد الغني. سلمان القريني كان قد تحدث معنا هاتفيا ليلة البارحة وقال أن الأمر نعم حدث في نهاية التدريب وعزى ذلك إلى الحماس الزائد بين اللاعبين، لكنه قال أن الأمر انتهى وتم بحسب حديثه احتواء المشكلة. اليوم النصر غادر إلى جدة لكنه افتقد للاعبه عمر هوساوي الذي كان قد رفض المغادرة إلى جدة. هذا الأمر ربما كان هو الحديث على مدى الساعات الماضية حتى في جوانب أو في أذهان ومحادثات الجماهير النصراوية. الملعب الآن يؤكد أن اللاعب عمر هوساوي وبعد تدخلات كبيرة وأحاديث دارت فيما يبدو أنه غادر قبل لحظات فقط أو أنه ربما في الطائرة، ربما حتى الآن الطائرة التي ستقلع بعد قليل من الرياض إلى جدة، وبالتالي اللاعب بعد احتواء المشكلة فيما يبدو سيغادر إلى جدة فعلا بعد لحظات. حسين عبد الغني خالد النفناف كان قد التقاه في جدة وكان قد أثار معه هذا الأمر وسأله ما الذي حدث. نتابع ماذا قال حسين عبد الغني ردا حول هذه القضية. يعني هذه يعني انا بتوقع انه هذا بتصير في التمرين، يعني طبعا انا للاسف انا قريت اليوم حتى في الصحف كاتمين تشابك بالايدي ومن هذا الشيء، ده اللي حصل خلاف في الملعب بيحصل دائما يعني بين اي لاعب، احيانا يكون نقاش حاد، هذا اللي حصل، لكن للاسف يمكن تتهور الموضوع، انا يمكن شفته في كل القنوات اليوم في كل الجرائد. القناه الرياضيه ذكرت انه واستضافت يعني سلمان القرين وتحدث بكل شفافيه ووضوح عما دار بينك وبين زميل. انا ما اتكلم، انا ما بلوم احد بالعكس، لكن انا اقصد انه تضخيم يعني بيصير، يعني بتصير هذا الشيء في التمارين، يعني ما هذا شيء طبيعي يعني بيصير في التمارين انه بيكون في احتكاك او شيء، بيكون في رده فعل احيانا، لكن بتنتهي في الملعب، وهذا بتصير يعني مو بس في الانديه ولا شيء، في كل مكان في العالم، كل منتخبات العالم بنشوفها وموجوده، هذا شيء طبيعي. اهم في الموضوع احنا طبعا كلنا هدفنا واحد، احنا جايين هنا وجايين لهدفنا واحد انه احنا نكسب المباراه بس. سؤال كابتن، اصطلحت انت والكابتن عمر؟ ما في شيء من بعد ما انتهى من يوم من وقت ما انتهى التمرين اجتمع بين المدرب والاستاذ سلمان القرين وانتهى الموضوع، ما في لانه اصلا ما في شيء يعني. جاء معاكم اليوم؟ والله ما جاء، والظاهر انه مستأذن لظروف خاصه، هذا اللي انا اعرفه يعني، لكن بالنسبه للموضوع هذا انا يعني ما انتهى 100% يعني، البارح انتهى وما خرجنا من النادي الا الموضوع هذا منه.